على الحكومة دور وعلى الوزارات المعنية في إنفاذ هذا، إلها دور كبير وعليها تقصير، إنها يجب عليها باستمرار أن تقوم بالتوعية، بتوعية المواطنين وإعطاء المواطنين الفرصة. مساكم سعيد متابعين منصات الإعلامية، وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من برنامج سوشو. اليوم رح نتناول موضوع مختلف عن كل المواضيع اللي حكينا فيها بكل الحلقات، وهي عن التوعية القانونية. لنحكي أكثر عن هذا الموضوع نستضيف معنا المحامي الدكتور صخر الخصاونة. أهلا وسهلا. أهلا فيك، مساء الخير. مساء الخير لكل المستمعين والمشاهدين، وشكرا لك على هذه الطلة الجميلة. بالعكس، أنا مبسوطة أنك موجود معنا دكتور اليوم حتى نستفيد من خبراتك ونحكي بشكل عام، وأكيد رح نخصص لقدام حلقات عن كل موضوع بشكل مفصل. لكن بدي أبدأ معك دكتور عن عبارة دائما نسمعها، القانون لا يحمي المغفلين، هل هي صحيحة أو غلط؟ للأسف يعني هذه العبارة هي الشائعة، أن القانون وجد، أن القانون لا يحمي المغفلين، لكن الصحيح أن القانون هو وجد لحماية كافة أفراد المجتمع، وبالتالي هذه العبارة هي عبارة عامية، عبارة لها أصل في القانون بأنه لا يعتدل جهلا في قاعدة قانونية، بمعنى أنه بمجرد وجود قانون ساري المفعول وبالتالي أنا ما بعرف عنه، هذا لا يعني أني أنا مش لازم أني ما راح أطبقه. إذا أنا خالفت أحكام هذا القانون راح أقع في ضمن دائرة. فلذلك عندما تطلق هذه الحلقة والحلقات التي تتعلق في التوعية القانونية، هي وجدت حتى نوعي الناس بأن القانون موجود، وأنه يجب أن نتوخى، أن نتقيد بأحكام القواعد القانونية حتى لا نقع نتيجة الأفعال بسبب عدم معرفتنا في القانون. فلذلك نقول أن القانون وجد لحماية كافة فئات المجتمع، على العكس تماما هنالك قواعد قانونية وجدت في القانون لحماية الأشخاص ذو اللي هم خلصهم المعتوه والسفيه وذو الغفلة، فبالتالي لا أو اللي بيكون عندهم نقص في القدرات العقلية في الإدراك، فبالتالي القانون يحميهم. فلذلك هذه العبارة خاطئة. الصحيح أن القاعدة القانونية يجب احترامها من قبل كافة أفراد المجتمع، ولا يستطيع شخص أن يقول أنا لا أعرف بأن قطع الإشارة الضوئية هي مخالفة، فبالتالي أو ما بعرف، فبالتالي هنا يخالف على أحكام القاعدة القانونية. فلذلك شكرا لك لفكرتك أنه إحنا لازم أن يكون دائما هنالك فكرة للتوعية القانونية، لأن القانون موجود في حياتنا بكل تفاصيلنا. نحن نولد في قانون ونموت في قانون، نتعامل في كل لحظة من قانون، فبالتالي نحن عبارة عن سلسلة من العلاقات القانونية. فعلى سبيل المثال، بمجرد ما أنا كبست زر الكهرباء، أنا تعاقدت مع شركة الكهرباء، فبالتالي أنا ملزم إنه شركة الكهرباء. إذا فتحت صنبور المياه، أنا تعاقدت مع المياه. إذا فتحت اللابتوب تبعي، فأنا متعاقد مع مجموعة من الشركات ومزودين خدمة الإنترنت. إذا أنا مشيت في الشارع، فأنا ملزم بإحكام القانون. إذا أنا أردت الزواج، فأنا أتزوج بالقانون، وإذا أردت بالقانون المدني وقانون الأحوال الشخصية. حتى في حالة الوفاة، الوفاة تحتاج إلى شهادة وفاة، وتبقى شخصية الإنسان موجودة إلى حين التركة، إلى حين تصفية أعمال التركة. فلذلك نحن دائما نعيش في قانون، وهذا القانون يحتاج دوما باستمرار من كل الناس أن تسأل وأن تتعلم وأن تعرف ما هي الحقوق وما هي الواجبات. دكتور، أنت حكيت كلمة كتير مهمة، أنه يعني معرفتنا، عدم معرفتنا بالقوانين. أحيانا للأسف معظم المواطنين ما بيعرفوا شيء عن القانون، ما بيسألوا، وهذا خطأ كتير مهم. نعم. أنه إحنا لازم نسأل، لازم نستفسر عن شيء إحنا ما بنعرفه حتى نتجنب أي مساءلة قانونية. صحيح. هلأ كيف بنقدر نوعي المواطن من خلال حلقتنا لليوم سوشو إنه لازم نعرف شو إلنا وشو علينا وكيف نتصرف من أي ناحية قانونية؟ بداية لما أحكي قانون، أنا ببلش من الهرم الأكبر، الدستور الذي هو أكبر قاعدة. الدستور يضمن إلي مجموعة من الحقوق والواجبات، فبالتالي كل مواطن يجب أن يعرف أنه له حق في حرية الرأي والتعبير، له الحق في حرية العمل، له الحق في تأسيس الأحزاب السياسية، له الحق في الزواج، له الحق في المراسلات السرية. إذن هذه الحقوق الأساسية يجب أن أعرفها. اثنين،
في عندي القواعد القانونية الخاصة، سواء كانت قانون العقوبات، قانون السير، قانون المدني، قانون الشركات، قانون التجارة، قانون، عندي مجموعة كبيرة. فإذا أردت أن أمارس عملا تجاريا يجب أن أستشير ما هي القوانين التي تحكم هذا العمل. إذا يكفي فقط قراءة الدستور والقوانين أم الاستشارة؟ لا لا لا، القراءة الاطلاع على القواعد القانونية من قبل الناس لا يكفي، لا يكفي، لابد من استشارة شخص قانوني متخصص، لأن القواعد القانونية تقرأ جملة واحدة، يمكن أن تكون هنالك نصوص واردة في القانون المدني تكملتها في القانون التجاري، ويمكن أن تكون نصوص واردة في القانون العقوبات شرحها في أحكام القانون فيما يتعلق بالوكالات. مثلا إذا بنحكي عن سائد أمانة، إذا كنت أنا بتحدث عن قوانين متعلقة في الضريبة، الضريبة أيضا متعلقة بالشركات ومتعلقة بممارسة العمل التجاري، متعلقة بالتجاري. إذا أنا كنت بدي يعني شغلة كتير بسيطة مثلا بيقعوا فيها الناس كل يوم نواجه هالمشكلة، إنه أنا والله بدي أمارس عمل تجاري، روح سجلت في المؤسس في سجل الصناعة والتجارة كمؤسسة فردية، وهذا سجل شركة، أنا هون رسومها 50 دينار، هون رسومها 400 دينار، لا أنا أخذت أم 50 دينار أسهل. طب هو ما بيعرف إنه ما هي التبعات التي هذا موضوع مهم. ماشي، بس أنا بحكي إنه بحكي بشكل عام إنه في كل منحة من مناحي الحياة لابد من استشارة الشخص المحامي المتخصص، سواء كنت أنا بحكي في ناحية ملكية فكرية، من ملكية صناعية، بحكي من يعني عدم المؤاخذة. في كثير إشكاليات عم بتصير معانا الناس، إنه بعد ما تيجي على المشكلة بقولك أنا ما بعرف، أنا اشتريت سيارة طلعت مرهونة، بس أنا سويت عقد، العقد شو بيضمن لي؟ يعني مش هيك القانون بحكي، إنه هذا عقد باطل. للمحامين بعد وقوع المشكلة، فبالتالي بتؤدي إلى ضياع الحقوق. فلذلك دائما النصيحة اللي بنحكيها للناس، إحنا منعيش بقانون، فبالتالي لابد أن يكون لك مثل ما يكون عندك طبيب متخصص، لابد يكون عندك محامي متخصص للعائلة حتى تستطيع أن تعود إله في كل الأمور والتفصيلات، على الأقل تتجنب الوقوع في الكثير من المشاكل للمستقبل. فبالتالي الاستشارة القانونية هي جزء لا يتجزأ من حياتنا إذا أردنا أن نستمر في ممارسة سواء عمل ولا سواء بممارسة تجارة أو حتى في الحياة العادية اليومية ما بين حتى بين يعني بيناتنا. أكيد طبعاً، لأنه أي مواطن بده يتجنب أي مساءلة قانونية لازم يستشير قبل ما يخطئ أي خطوة. مثل ما تفضلت، أنا بجوز كان بيني وبينك حوار قبل الحلقة وعلى الهاتف، إنه حكينا مثلاً اللي بده يشتري بيت، اللي عقار، صحيح، سيارة، إنه دائماً بيورث بعد تقع المشكلة. يعني إذا أنا بدي أشتري بيت من شركة إسكان، أنا في عندي قواعد قانونية رسمها القانون، من ضمنها تسجيل هذا التسجيل، يعني ممكن أسجل اللي بنسميه خلينا نقول الوعد في البيع في دائرة الأراضي إلى حين تسليم الشقة، كويس، فهذا يضمن إلي إنه التسليم. إذا أنا إنه يعني كلمة ممكن تضيع حق بني آدم، كلمة واحدة، كويس. واثنين، في ناس برضو كمان بتحاول أن تتجنب زيادة النفقات، سواء كان يعني بمعنى إنه أنا أوكي، ليش أنا أروح أسجل هذا العقد وأدفع لي رسوم بعدين بدفع لي رسوم، ليش أدفع رسوم استشارة قانونية فأخليها بعدين. برضو كمان يعني أنا هذا الجانب المادي في الموضوع احيانا اذا اسالك عنه استاذ، انه الناس دائما بفكر طب الاستشاره انا بدي مبلغ مالي عشان استشير المحامي او حدا جهه قانونيه انها تفيدني. هلا عمل المحامي هو عمل منظم بموجب احكام قانون نقابه المحامين، وبالتالي انه هذا العمل منصوص عليه كممارسه مهنه ومقابل اجر، يعني فبالتالي انه من حق المحامي ايضا ان يحصل على اجر لقاء هذه كاستشاره او لقاء العمل بقوم فيه، وهذا منصوص عليه بموجب احكام قانون نقابه المحامين، يعني لا خلاف عليه. لكن انا قاعد بحكي انه يعني في كثير براسي كثير اشكاليات ناس وقعوا فيها، انه انا حتى اتجنب اني ادفع ضريبه هالقد بدي اسوي هيك، فبالتالي انه هو عم بمارس عمل برجع بعد سنتين ثلاثه وهو متراكم عليه 10 اضعاف الرقم. فبالتالي يفترض دائما باستمرار قبل الخوض في اي عمل الاستشاره، واستشاره الشخص المتخصص، مش استشاره يعني
خلينا اساس نعطي نوع من انواع الدعابه. جارتنا ام محمد، جارتنا ام علي، وجارنا فلان وفلان كان بيعرف، وهدول بيستشيروا وبيحكوا، لا وهذا حكى لي هيك وهذا حكى لي هيك وهذا حكى لي هيك. هدول كلياتهم مروا صحيح بمروا بتجارب وعندهم يمكن معلومه، لكن المعلومه تكون معلومه خاصه فيها الاشخاص لكن لا تنطبق عليه. كل كيس بيختلف، كل كيس بتختلف عن الكيس الثاني. دكتور رح نرجع نكفي حوارنا، لكن بعد الفاصل متابعينا رح نكون معكم بفاصل وراجعين. رجعنا معكم مشاهدينا، اكيد مكملين حلقتنا عن التوعيه القانونيه مع الدكتور صخر الخصاونه. بدي اسال سؤال هلا بخصوص الاتفاقيات الدوليه استاذ، هل اثرت على القانون الاردني؟ وهل هي معظمها مثلا انه محافظ على القيم الاردنيه او معارض للقيم والاخلاق الاردنيه والعادات والتقاليد الاردنيه؟ شكرا للسؤال، هذا السؤال كثير حلو. ما هي يعني، والسؤال دائما احنا بيسالونا اياه، ما هي مكانه الاتفاقيات الدوليه بالنسبه للتشريع الاردني؟ الاتفاقيات الدوليه، وخلينا نحكي على اهمها اللي هي العهد الدولي للحقوق المدنيه والسياسيه، اتفاقيه حقوق الطفل، اتفاقيه حقوق اتفاقيه سيداو المتعلقه بالمراه. هذه الاتفاقيات تطرح في المجتمع الدولي من خلال المجتمع الدولي. الأردن عضو في المجتمع الدولي، الأردن يصادق على هذه الاتفاقيات ويحق للأردن أن تتحفظ على بعض البنود الواردة فيها. فبالتالي الأردن مثلا صادقت على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، تحفظت على المادة الخاصة بحرية الاعتقاد الديني مثلا على سبيل المثال. صادقت الأردن على اتفاقية حقوق الطفل وتحفظت على النصوص البنود المتعلقة بما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية، وأهمها فيما يتعلق بقصة التبني. أيضا صادقت الأردن على اتفاقية سيداو وتحفظت على بعض الحقوق، على بعض البنود التي تخالف أحكام الشريعة الإسلامية. بعد ما تصادق عليها الأردن وتتحفظ عليها، تعرض هذه الاتفاقية بتعرضها الحكومة بتعرضها على مجلس النواب ويتم التصديق عليها وشأنها، وتصبح قانون ساري وتكون مكانتها الدستور، الاتفاقية الدولية، ومن ثم القوانين. فبتكون هي جزء لا يتجزأ من منظومة القوانين السائدة في الأردن باستثناء ما تم التحفظ عليه. بالعادة التحفظات التي تحصل على الاتفاقيات الدولية هي بتكون يتم مراعاة القيم الدينية والأخلاقية والعادات والتقاليد. فبالتالي هذه الاتفاقيات اللي احنا صادقنا عليها، الحكومة طبعا اجتهدت وتحفظت على ما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية أو أحكام النظام العام. فبالتالي الآن هي جزء لا يتجزأ من القانون، وبالتالي حتى يتم إزالة الخلافات بيتم أيضا إعادة صياغة، يعني مثلا آخر قانون، يعني آخر قانون فيما يتعلق بالاتفاقية هو قانون حق الطفل. الحكومة أصلا كانت مصادقة على اتفاقية حقوق الطفل وكانت بمثابة أحكام قانون، لكن حتى نضمن للطفل حقوقه تم صياغة قانون طفل، تم عرضه على مجلس النواب، صار عليه شوية جدل كويس، وأعطي هذا القانون، ومن ثم تم المصادقة عليه وصادق عليه مجلس النواب وصدر في الجريدة الرسمية بعد مصادقة جلالة الملكة، أصبح قانون نافذ. إذا منلاحظ هذا القانون أو اتفاقية مثلا سيداو بتتعلق، نجد أن القانون جاء مراعيا إلى المجتمع والقيم الدينية والعادات والتقاليد، فبالتالي لا يوجد فيه ما يخالف أحكام النظام العام أو الآداب العامة، ويصبح كل الحقوق اللي واردة فيها هي قانون ساري المفعول. فلذلك هذه الاتفاقية الدولية مكانتها عندنا في الأردن هي مثابة قانون، لها قوة أعلى من القانون العادي وأقل من الدستور، سيما وأنه إحنا في آخر تعديلات دستورية حصلت في عام 2011 أو 2012 مش كويس، الدستور الأردني راعى بوضع كافة الحقوق الأساسية للمواطن وضمنها ضمن أحكام الدستور، فأصبحت كل الحقوق اللي واردة في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية منصوص عليها في أحكام الدستور. فأنا بقول إنه الاتفاقية الدولية هي جزء لا يتجزأ من أحكام القانون، وهي والتحفظ يكون في المجتمع الدولي، في المجتمع الدولي، يعني مش بس فقط يعني بالمجتمع الدولي انا تحفظت عليها، ولما اجيت صغت احكام القانون صغته وفق ما يتوافق مع اتفاقيه دوليه والمجتمع الاردني. فبالتالي
على حد علمي وأنا يمكن واثق من المعلومة أنه لا يوجد ما يخالف قيمنا وعاداتنا وتقاليدنا. أحيانا نسمع أصوات معارضة لهذه الاتفاقيات، لكن وبنفس الوقت نسمع أصوات مؤيدة، لكن في المحصلة النهائية لا يوجد فيها ما يخالف أحكام النظام العام أو الأداب العامة في هذا الموضوع. كثير مهمة كان لازم نحكي فيها دكتور عشان نقدر نوصلها للمواطنين، لأنه مش كل الناس بتقدر تطلع على هاي القوانين، مش كل الناس بتفهم شو هي هاي القوانين، خلاص بتسمع. أشكرك. هذه إشكالية أخرى بنواجهها. نحن نسمع هيك سمعت هيك حكوا، بس بدون ما أبحث أنا على المعلومة، بدون أتأكد أنا من المعلومة، بدون ما أرجع أنا للمصدر الأساسي. هذه إشكالية عندنا، إنه مثلاً شو رأيك باتفاقية حقوق؟ والله مخالفة. طب أنت قرأتها؟ لا، حكولي فلان حكى. طيب اقرأ هذه النصوص. شو رأيك باتفاقية حقوق المرأة؟ والله مخالفة للأحكام. كويس، قرأتها؟ لا، مين حكى؟ والله فلان، أنا سمعتها على الفيسبوك، سمعتها على السوشيال ميديا، سمعتها على الواتساب. فبالتالي أيضاً ليش بحكي دائما باستمرار موضوع التوعية القانونية، موضوع برضو مع التوعية القانونية انه انا بدي اقرأ وبدي اصل للمصدر الرأس الاساسي، لانه انا راس النبعة. فبالتالي ولازم انا اتأكد من المعلومة. يعني في معلومات سهل جدا ان اتأكد منها. انا هلا قاعد بحكي على موضوع بتعلق بالرأي بالشأن العام. بالشأن العام في ثغرات قانونية، في اشياء ما بيقدر المواطن العادي انه يفهمها. فبقدر بقدر بقدر اسال، بس انه انا الموضوع انه انا اخذ المعلومه سماعيه، او انه هذه المعلومه اجتني على الواتساب، او اجتني هذه المعلومه على السوشيال ميديا، او انه فلان حكى وبتنتشر، هذه من اكبر الاخطاء اللي بتواجهنا. فبالتالي بالعكس، هذه هنا ندخل في قصه جهل يتبعه جهل يتبعه جهل يتبعه جهل، وبالتالي بدخل في دائره غير موضوع حلقتنا اليوم، بالشائعات والتاثير على الراي العام، وبدخل في قصه بس أنا القصة دائماً القصة اللي أنا قاعد بحكي فيها إنه إحنا يجب إنه يكون دائماً في عندي مرجعية. طبعاً برضو كمان عشان إنه ما يعني إنه برضو كمان على الحكومة دور، وعلى الوزارات المعنية في إنفاذ هذا إلها دور كبير، وعليها تقصير إنها يجب عليها باستمرار أن تقوم بتوعية المواطنين وإعطاء المواطنين الفرصة. يعني مش إنه واحنا كاعلاميين وكقانونيين انه احنا مساعدتهم في ايصال هذه الرسائل، بس الرساله مش انها في وقتها بفتره تتوقف، لا، الرساله يجب ان تكون دائما مستمره، ودائما تحمل الجديد، ودائما تحمل الطابع الايجابي، وتحمل النتائج اللي ترتبت عليه. يعني عدم المؤاخذه، لما اجي اقول انا اقريت قانون حقوق الطفل، كويس، كان في عندي كثير قضايا وكان في كثير أطفال معنفين، أنا الآن حميتهم، طب أعطيني الإنجازات حتى أثبت للمواطنين بأنه أنا إقرارها. في كثير من النساء كانت معنفات، كويس، وكثير الآن أنا ما قريت، أنا حميت هذه المجموعة، طب أعطيني الأدلة إني أنا حميت. مش دائما تقول لي إن والله هذه الاتفاقيات إنها أدت إلى حماية، لا مش حماية، أدت إلى خروج النساء وخروج الأطفال. طبعا في جانب إيجابي كبير بالتطبيق، هذا الجانب الإيجابي ما حدا بيبرزه، إحنا فقط بنبرز الجانب خلينا نقول السلبي أو الجانب المتوقع أن يكون سلبي، بس وبترك الجانب الإيجابي. فبالتالي يجب دائما أن يكون هناك عندي إيجابية في الطرح، إيجابية في النماذج. يعني على سبيل المثال، صار في عندي تعديلات على قانون العقوبات، وصار في عندي شيء اسمه عقوبات مجتمعية، وصار أنا بإمكاني أني أنا أحول العقوبات الحبس إلى عقوبات مجتمعية. كويس، كنت حسألك بهذا السؤال برضه. أنا بقرأ أفكارك وعلما أنا وياك مش محضرين لموضوع الحلقة ولا إشي، بس صار في عنا إيش؟ طبعا عنا تدابير، هاي التدابير أو العقوبات المجتمعية اللي حلت محل عقوبات السالبة للحرية والحبس. كويس، طيب، وفي عندي تطبيق للحالات، وعندي قصص نجاح، وعندي قصص. طب انا ليش ما ابرزها؟ ليش ما انا بعطي الدور الايجابي؟ ليش ما يكون في عندي انا اعطي للمؤسسات ايضا، المؤسسات العامه والخاصه، انه كمان قدره على استيعاب مجموعه من هذه الناس تطبق عندهم العقوبات، ويكون في عندي جزء اصلاحي. ليش انا بس بطبق، باخذ النص بحطه في المحكمه، بيجي بطبقه القاضي، وبعدين بنتقد شويه وبترك الموضوع وبنسى؟ لا، انا في عندي قصص نجاح،
عندي قصص نجاح في القانون، عندي قصص بس يعني هاي معلومة أو يعني خلينا نقول جزئية جدا مهمة اللي بتحكي فيها. يعني 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 عدم المؤاخذة، أنا صار في عندي إمكانية الآن إنه في عندي لغاية سنة بالعقوبات بالجنح أو الجنايات اللي ما بيكونش كويس، إني أقدم طلب إلى القاضي إنه بدل ما أحبسه سنة إنه أنا يقدم إيش خدمة مجتمعية، والقاضي بقرر إنه هذه الخدمة الاجتماعية والتدبير كويس. الآن فعليا بدها تسليط ضوء كبير، بدها إيش في عندي يعني أنا عندي يعني أنا عندي إحصائية لغاية مبارح ومش يعني مش من مصادر رسمية إنه عندي 470 حالة اللي جرى استبدالها. طبعا المعلومه عشان يعني اكون انه طالب دراسات عليا جايبها اساس انه انا اساعده بالموضوع كويس، فيعني ال 470 حاله هي كثير 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 حلوات ونموذج يعني كثير كويس. بس الان بس ونحكي فيها نستضيف الناس نشوف انه هل هي اثرت في الاصلاح، هل هي اثرت في سلوكيات الناس، هل هي ادت الى تغيير الفكر المتطرف. يعني في قصص عندي احنا بنشتغلها بس يعني والحكومة مشكورة بتشتغلها والحكومة بس الآن عدم إظهارها وعدم إيش يوعى إنه أنا بإمكاني إني أكون عضو صالح. أنا يعني إحنا الإشكالية إنه دائما من بلش كثير نشطين أو بلاش أنا بدي أحكيها بالطريقة تبعتها، إحنا بنشتغل على نظام الفزعة، فزعتنا اليوم ايش عقوبات مجتمعية سويناها خلصت ثلاث اربعة ايام نسينا الموضوع بننتقع موضوع تاني. طب خليني اكمل هذا الفايل، خليني اعرف وين وصل كويس، دخلنا بحقوق الطفل سوينا قانون، خليني اقيس قديش ادى الى نتائج. طبعا انا لما اقول اقيس انا بطلب الان من مين؟ منظمات المجتمع المدني المعنية، من المؤسسات الحكومية، والاهم احنا كاعلاميين يعني بحكي عنكم كان انا كاعلام يعني انا يعني محسوب على النصين يعني بس انا برضو كمان لازم ايش لازم تسليط الضوء لانه فعليا النتائج او بلاش لما يكون في عندي شيء ايجابي بقدر انه انا حتى احسن واقلل وافت يعني عندي يعني اللي بيكونوا ضد القانون بحاول اخفف من هذول الناس وبقدر نعم وبقدر يعني يعني كمان انا بحكي على نماذج كثير كثير كويسه عندنا في الاردن. عندي قانون الاحداث الاردني، قانون اللي بيحاكموا فيه الاحداث مسؤوليه الاحداث، وعندي محكمه مختصه للامانه وانا بتجاربي مع نفس المحكمه وبتجاربي خارجيه من ارقى التعامل بتعاملوا مع حدث، والقضاء يعني متخصصين وبيشتغلوا على النماذج. طب ليش انا ما ببرز هذا الدور كويس؟ ليش انا دائما ببرز دور انه في عندي جنوح احداث، في عندي قضايا، طب في عندي قضايا احداث بس انا بنفس الوقت في عندي قضايا احداث مروا باشكاليات، مروا في عمليه اصلاح، مروا في عمليه محاكمه، مروا بقضايا كويس. يعني احنا حدث دكتور يعني انت عم تحكي لي بانه هو بمر بس احنا لما بتيجي تطلع وسائل الاعلام بتلاقي حاط لك اياه انه مثلا هو بتسول، هو حاط لك صورته هو قاعد كويس. طب انا وريني انه شو الاجراءات اللي احنا اشتغلنا فيها احنا وياهم. في عندي نماذج كثير كبير يعني. طبعا انا ما بدي يعني انا ما بدي اجيب حدث ويجي يحكي عن حالته لانه الحدث محاكمته سريه وحماية. بس انا قاعد بحكي على في عندي انجازات كبيره في الاردن في المجال القانوني، لكن احنا دائما للاسف بنركز على الجوانب السلبيه ونترك الجوانب الايجابيه وما من نرجع من قيم يعني. وبعدين انا بحكيها وبكل امانه واخلاص بعد انه انا اذا بترك الموضوع انه مشي كويس بعد فتره بينتسى ولما ينتسى بصير في تخاذل. لا لازم دائما المؤسسات القانونيه والمؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات لازم يضل في جزء كبير نقول له انت كويس او انت بتشتغل كويس انت من هون. انا دوري رقيب ودوري ناقد بس بنفس الوقت بدي اشكر الناس اللي بتشتغل، وهذه مشكله عندنا للاسف مش موجود للاسف. طيب دكتور بدي استغل وجودك معنا بحلقتنا لليوم. في انا وردني عده اسئله عن نفس الموضوع اللي هي رسوم المحكمه. كويس تمام. هلا شخص بده يروح يقدم له حق، بده يقدم بالمحكمه او بده يعمل قضيه يرفع قضيه، لازم يدفع اي شخص صحيح للمحكمه صحيح تمام. في حال لا يملك المال
طيب هلا ممكن حدا يجي يقول لك الداين يعمل يسوي، اذا كانت لا 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 كبيره كيف بدي طيب انا بدي اجاوبك يا ابسط. الاصل ان القضاء الاصول التقاضي في في المحاكم هي مجانيه التقاضي، مجانية التقاضي، وهذا مبدأ من المبادئ التي تقوم عليها الـ الـ القانون المحاكم. بس مجانية التقاضي لا تعني بأن المحاكم لا تتقاضى رسوم على تسجيل وقيد الدعوى. كويس. الآن المحاكم الرسوم التي تتقاضاها صحيح هي إحنا نشوفها مبالغ، أحيانا مبالغ كبيرة لصاحب الحق، لكنها لا تساوي شيء مقابل يعني ككوست. بس خلينا هلا بدي احكي لك، هلا بدي احكي لك شغله كويس. يعني مثلا فاحنا دائما بنقول انه اثنين، دفع الرسوم للمحكمه بنظر القانون بكل العالم انه هو حتى اثبات جديه المطالبه. يعني انا كمان انه لما بتكون صفر فكل واحد ايش كل واحد كل واحد بيضل يقدم، كل واحد بيضل ايش، طبعا الشكوى غير، انا بحكي الدعاوي، الشكوى جزاء، الجزاء مجانا كامل، الدعاوي الجزاء، الدعاوى المدنية ودعاوى المطالبات بالحقوق الشرعية رسومها بسيطة. بس أنا بحكي الآن الدعاوى الجزائية مجانا، الدعاوى الحقوقية هي بتدفع رسوم. هلا الرسوم حتى المبدأ هناك هو مجاني التقاضي، بس دفع الرسوم هو لا يشكل، يعني هو جزء بسيط جدا 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 من الكوست، من الكوست. اثنين، هذه الرسوم يبرر لها حتى إثبات جدية ايش الدعوة. يعني انا لما تكون هلا الاثنين الاهم من ذلك، انه اذا واحد شخص ما عنده القدرة والامكانيات على دفع هذه الرسوم يستطيع ان يتقدم بطلب الى المحكمة لتأجيل دفع الرسوم، لانه في النهاية الرسوم يدفعها في حين تحصيل. استاذ في حين تحصيل مثلا ولا واضح؟ هلا الرسوم التي تدفع من قبل المدعي في نهاية الدعوة يدفعها الطرف الخاسر في الدعوة. كويس. فإذا أنا كنت بدي أدعي بحق تجاهك وأنا ما عندي القدرة المالية، أنا راح أدفع لك. إذا أنا ما عندي القدرة أدفع الرسوم للمحكمة، كويس، أنا بستطيع أن أتقدم بطلب إلى المحكمة بطلب اسمه طلب تأجيل دفع الرسوم. كويس. طلب تأجيل دفع الرسوم، وهذا الطلب يقدم إلى المحكمة ويقدم فيه البينات بعدم القدرة المادية على دفع الرسوم، ويصدر قرار من المحكمة بإيش؟ بتأجيل دفع الرسوم إلى حين انتهاء القضية، وبتحمل هذه الرسوم الطرف الخاسر، الطرف الخاسر. وهذه يوميا يقدم طلبات إلى كل المحاكم، إلى رؤساء المحاكم البداية لتأجيل دفع الرسوم، ويوميا يصدر من يعني عدة قرارات بتأجيل دفع الرسوم. فبالتالي ليست حجة بأنه الشخص الذي لا يملك. هلا أنا بدي أعطيك كمان معلومة تانية. هلا إحنا بالقانون لا يجوز للأشخاص المثول أمام المحاكم والمطالبة بالحقوق إذا كانت قيمة المطالبة فوق 1000 دينار إلا من خلال محامي، اللي أقل من 1000 دينار يستطيع الشخص أن يتقدم إلى المحكمة مباشرة، ويستطيع أيضا أن يؤجل الرسوم لحاله. كويس. إذا كانت قيمة الدعوة فوق 1000 دينار لابد من تعيين محامي طبعا، لأنه هلا بحكي الآن. أيضا نقابة المحامين ووزارة العدل، كويس، بالأشخاص الذين لا يملكون قدرة مادية على دفع أتعاب محاماة طبعا لهم أن يتقدموا بطلب شيء اسمه المساعدة القانونية إلى نقابة المحامين. ونقيب المحامين وأعضاء مجلس النقابة، في عندنا قسم بالنقابة، يعني أنا بقدرش أحكي بالنيابة عنهم، لكن في عندهم قسم، وهذا القسم يدرس الحالة ويستطيع أن يكلف أي من الزملاء للترافع والمرافع عن هذا الشخص بالمجان. فبالتالي ليش بنقول دائما لازم يكون في عندي توعية قانونية؟ لأنه هذه المعلومات، لأنه يعني هاي المعلومة يمكن ما حداش أو في ناس ما لهاش مصلحة أيضا تحكيها. إحنا بنحكيها إنه إحنا بنحكي لمصلحة المواطن، من وعي المواطن. أنا إذا طبعا الآن مش أي واحد كمان بيروح بيقول أنا ما معه، طبعا بده يقدم ما يثبت من بيانات إنه يعني واحد عنده سيارة وعنده بيت وعنده، طبعا هذا لا يعفى. كويس. بس واحد ما عنده أي أملاك، واحد بياخذ من المعونة الاجتماعية، يعني نفس الأسس التي يتم اعتمادها، في بيانات إنه أنا عاجز عن دفع الرسوم أو توكيل محامي. نعم. كويس. وبتم دفع وبتم إعطاءه تأجيل رسوم، وبتم إيش تعيينه محامي ودفاع عنه بالمجان. فبالتالي
الأمور عنا كويسة، بس لازم نعرف، لازم نسأل، لازم نحكي كويس. إما إذا تركنا الموضوع فقط لما يتم تناقل رسوم عالية وأنا ما عيش أدفع. طب هلا أو ليه المواطن نفسه ما يتوجه للمحكمة ويسأل دائما عن الرسوم؟ هلا أحيانا ما بيكون متواجد رسوم كل قضية. شوفي أنا اليوم أنا اليوم أنا اليوم متعاطف مع الحكومة بشكل عام. شكل شيء طالب. أحكي لك شغلة، هاي المعلومات اللي أنا بحكي لك إياها يستطيع أي مواطن أن يدخل على موقع وزارة العدل أو كويس وأن يجدها، وأن يجد هذه المعلومات. فوزارة على موقع وزارة العدل هذه المعلومات موجودة، سواء طلب تأجيل الرسوم ولا سواء الاستعانة بمحامي بالمجان، سواء الإجراءات الرسوم. فبالتالي أيضا لما احنا دخلنا في حوكمة الإجراءات من خلال الحوسبة ومن خلال المواقع الإلكترونية، كل الوزارات كل المعلومات موجودة حسب مبدأ الشفافية موجودة. فبالتالي ليس دفاعا عن وزارة العدل، لكن هذه المعلومات متوفرة. بس أنا شو اللي بدي اياه، انه انت اذا انت بدك المعلومة انت تدخلي دوري عليها كويس. هلا في لا بقول لك لا، اذا انت بدك المعلومه، انا كمواطن بدي المعلومه، ادخل دور عليها. بس الان في شغله ثانيه، في المعلومات القانونيه انا ممكن احصل على المعلومه بس ما افهمها. اكيد احنا اوكي، فلازم استشير. يعني قانونية أنا كمواطن ما بقدر أصنع كنص مادة. يعني أنا في أشياء بالقانون يعني تحتاج إلى جهد مشترك، يعني إلى جهد كبير حتى أستطيع إنه أنا يعني برضو كمان في عندي نصوص قانونية، بس أنا في عندي اجتهادات لمحكمة التمييز. فبالتالي أنا كمان بقدرش أقرأ هذا النص بمعزل عن الاجتهاد. كويس، أنا في عندي أحيانا نصوص متضاربة فبدي أطبق عليها أحكام القواعد العامة الخاص وقيد العام أو كويس. فيعني فبالتالي في يعني في كثير في نصوص قانونية ملغاة بموجب أحكام قوانين تانية. فيعني فبقدرش إني أفوت بس على القانون بس هون، بس إنه أقرأ هذا القانون وأقول خلص إنه هذا القانون. لا والله في عندي قانون ملكية عقارية منع إيش حق الشفعة في للخليط. كويس، طبعا هاي مش موجودة عندي. وين القانون المدني؟ القانون المدني يجوز. فيعني في أشياء كثيرة موجودة مترابطة ومتضاربة وتحتاج إلى شخص متخصص حتى يستطيع إنه يأخذ فيها ويستفيد منها. نعم، أنا شاكر لحضورك. وأنا شاكر إليك وشاكر لحضورك وعن جد وشاكر كثير لسرعة بديهتك وعن جد. يعني أنا كثير عملت مقابلات، لكن هذه المقابلة مميزة بأنه أنا قاعد بتعامل مع حدا كثير ذكي وكثير لماح وكثير سريع البديهة، ودخلنا الحلقة بدون تحضير وبدون أي موضوع. فبالتالي أنا شاكر إليك وتعلمت منك كثير اليوم. شكرا لك. ممتاز، أنا هاي يعني شهادة بفتخر فيها كثير. شكرا لك عن جد، ومبسوطة جدا بوجودك. وإن شاء الله مثل ما اتفقنا وعدنا المواطنين، إحنا رح نخصص حلقات قانونية متخصصة. نعم، بكل حلقة بأسئلة وبأسئلة بأسئلة منهم، وأنا جاهز للإجابة. وشكرا لك عن جد. شكرا لك. شكرا لك دكتور، وأكيد لنا لقاءات أخرى. أهلا وسهلا. شكرا لك. مشاهدينا الكرام، بتمنى استفدتوا من المعلومات القيمة تبع حلقة اليوم. بتمنى ترجعوا تعيدوا الحلقة أكثر من مرة، تسمعوها وشو فائدة التوعية القانونية. هاي الحلقة لكم، منا من منصات الإعلامية، من برنامج السوشو إلكم. تابعونا دايما وتواصل معنا دايما. وأكيد بدي أشكر هالطلة تبعت الشعر اليوم لصالون علاء سمارة. Thank you لجو. Thank you، وشكرا لكم كلياتكم. وأكيد بنشوفكم بحلقة جديدة من برنامج سوشو.